السلام، معكم عبود ماكسينج، وهذا الجزء الثاني من قصتي في البوفيا المسكونة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. لا تنسوني من اللايك والاشتراك، ويلا ها. في الجزء الأول وصلنا لين عند كنت أصرخ وأنا نايم، ولما صحينا الحقنا القط لين المطبخ. لما نلحقناه وصلنا للمخزن والقط اختفى، لكن بعد كذا ما عاد حصل أي شيء. وبعدها نمنا وصحينا اليوم الثاني في الصباح، كان الوضع مرة طبيعي، كان يوم الربوع. ولما خلصنا الدوام قررت أنا وصاحبي إن نروح البيت لأن الوضع ما يطمن. لو جلسنا في البوفيا ما في أحد لأنه إجازة، وممكن لو حصل لنا أي شيء ما بنحصل أي أحد يساعدنا. فقررنا نرجع البيت لين يوم السبت، نرجع نداوم ونجلس بالبوفيا. وهذا كان قرارنا، وبالفعل سوينا كذا. رجعنا البيت كان الوضع طبيعي، جلست في البيت لين العصر، وبعدها أمي وأبي خرجوا من البيت وكنت قاعد لحالي في البيت. قررت أني أصلح لي شاهي وأروح، لكن لما قمت أصلح شاهي خلصت أسوي الشاهي وكنت رايح أجيب لي فنجان للشاهي، رحت لين الخزانة وفتحت الخزانة وأخذت فنجان. لكن لما أخذت الفنجان فجأة حسيت بدوخة غريبة، وأول ما جلست على الأرض التفت لين فوق وشفت في أحد واقف خلفي. لما شفت كذا كنت أحس جسمي متبلد وماني قادر أتحرك، كنت أحس في شيء قاعد يلتف حوالين راسي. المشكلة في وقتها أنا حاس بهذا الشيء ومتأكد أني قاعد أمر فيه، لكن ماني قادر أتحرك وكنت أحس بدوخة. لكن فجأة شفت الشيء اللي قاعد يلتف حولي زي ذي القطعة يلي تجي في الفساتين حق الأعراس، وكان الشيء هذا لونه أخضر. بس بعدها حاولت اني اتماسك وقويت عليه نفسي شوي، ولما جيت التفت الصدمة ان كان في بنت واقفة خلفي. حاولت اني اقاوم واشيل اللي قاعد يلتف على راسي، كانت تصرخ انت حقي انت ملكي انت حقي انت حقي انت حقي ملكي وحدي بس. وانا وقتها بديت اصرخ واشيل اللي على راسي بهستيرية، كنت احاول اخرج بس كانت ارضية المطبخ غرقانة بالماء، فكنت احاول اهرب بس كنت انزلق. وبعدين والحمد لله شلت اللي على راسي، وبعد ما شلته اغمى علي تماما. صحيت بعدها يمكن 5 إلى 6 دقائق، لكن لما صحيت هربت من المطبخ وصلت جلست في الغرفة، ويمكن جلست متبلد حوالي نص ساعة من الخوف. تذكرت ان الشاهي قاعد على النار يفوق، ورحت للمطبخ شفت والشاهي مخلص وما عاد في اي شيء. حاولت من الشيطان وقلت ممكن هذا اللي قاعد يصير معايا وهم، سويت شاهي مرة ثانية. خلصت اسوي الشاهي واخذت الفنجان وكنت طالع من المطبخ، لكن على طلعتي حسيت بنت قاعدة تحضني من خلفي. كانت تحضني بهذه الطريقة وكان شيء مرعب حرفيا ما احكي لكم. انا ماني قادر اتحرك، لما كان يحصل معايا اي شيء من هذه الغرائب كان جسمي يتبلد وما أقدر أتحرك كأني مشلول. لما كانت حاضنتني كانت تقول لي ليش تخاف مني، أنا ماني قادر أتحرك ولا أتكلم ولا أسوي أي شيء. بعدين ميلت براسها وحطتها على ظهري، حسيتها تكلمت بنظرة حزينة، لا تخاف مني وأنا ما بأذيك. وبعدين فجأة اختفت وما كأنها كانت موجودة. وبعدها قدرت أتحرك، رميت الشاهي من يدي طلعت من البيت. اتصلت على صاحبي وكلمته بالسالفة وجاء وقعد عندي، جلسنا نتكلم بالسالفة وحكيت له عن كل شيء، وهو قال خلاص احنا بنرجع البوفيا بكرة يوم الجمعة في الليل. فقلت له طيب وخلاص. وبعدها صاحبي رجع بيتهم، حاولت اني ما اقعد وحدي، طلعت عند اصحابي ورجعت البيت اخر الليل، فكان الوضع كويس وما حصل اي شيء بعدها. لكن لما رجعنا البوفيا بعد 3 أيام من رجوعنا حصل معايا موقف. جات لعندي قبل ما انام وقعدت تغني لي، وكانت قاعدة تكلمني عن سوالف واشياء. حرفيا انا ما اتذكر كلمات الاغاني اللي كانت تغنيها لي، اتذكر بس لحن الغنية، وكان لحن الغنية كأنها كذا شرفك مقتنع بروحك انت يعني بنفسك هيك، وجهك اخلاقك تربيتك كلامك كله مقتنع بيه له. لا لحن مشابه لهذا اللحن، عفوا انا احاول اشبه لكم اللي كنت اسمعه. كلمات الغنية ناسيها وما كأني سمعتها من الاساس، يعني ما اتذكر من الاغاني غير لحنها، كلمات غريبة وكل شيء غريب، ما كنت أقدر أتحرك. بعدها كان يتطور الوضع أكثر وأكثر، وكل يوم كان يزيد الوضع شوي شوي. أنا تعودت على هذا الشيء، لكن يا ليتني ما تعودت، لأنه بعد ما رجعنا البوفيا بأسبوع حصل معايا موقف ندمني إني تعودت على هذا الشيء. وهذا الموقف يلي حصل معايا وقت ما بين المغرب وبين العصر، يعني حوالي الساعة 5 أو 4. كنت قاعد في السطح الحالي وكان صاحبي نازل في البوفيا. لما كنت قاعد أشرب دخان، لكن فجأة حسيت بأنفاس على وجهي، وأول ما غمضت وفتحت شفت
شيء صادم، شفت كأن في امرأة عجوز قدام وجهي، وكان المنظر مرعب بشكل ما تتخيلوه. بعدها دفعتها بقوة، حاولت اني اهرب لكن فخطتني في يدي، وهذا دليل على هذا الشيء. حصلت معايا مواقف غريبة. بعد كذا انا قررت اني اروح انشيخ واشوف ايش اللي قاعد يحصل من الاساس. اخذت اجازة من صاحبي وقلت له انا برجع البيت، عندي مشاكل كذا. فبالفعل رجعت البيت وكلمت امي وقلت لها اللي حصل معايا كذا وكذا وكذا. خذتني امي عند شيخ. وصلنا عند هذا الشيخ وكانت تصرفاته غريبة نوعا ما، لان لما وصلنا سلمنا عليه وقعدنا انا امي، لكن فجأة شفته سجد للقرآن بطريقة غريبة وبعدين سلم علينا وبدأ يقرأ علي. وبعد ما قرأ علي اكتشفت انه نصاب، لانه ما سألني ايش تأثرت او شيء. بعد كذا قال لي الجلسة وكذا كذا، يعني ما اهتم لأي شيء ولا سألني حتى عن وضعي. طلب فلوس عطيناه ورجعنا البيت وما عاد رحت عنده ابدا. حاولت اني اشافي نفسي بنفسي، التزمت بالدين وصلاتي وهذه الاشياء. هذه الاشياء بعدتني فترة عن هذا الشيء، يمكن حوالي شهر ونص. انا طلعت من شغل البوفيا لانه انضريت، نفسيتي تضررت بسبب هذه الاحداث بشكل كبير. فكان طلوعي من البوفيا قرار مناسب، وكان التزامي بالقران والدين هذا شيء حلو. لكن بعد فتره رجعت اتهاون بالصلاه والقران. فجاه وانا بيوم قاعد في المجلس، كان وقت العصر كذا، وانا قاعد اقلب على الجوال، جيت لان عندي بنت فجاه وانا في البيت. البيت طبعا كان مقفل وما كان في احد في البيت. من وين جات البنت ما اعرف. وصلت لين عندي وعطتني رسالة وقالت هذه رسالة من الاخت لك. انا ابتسمت وكنت خايف من وين جات هذه البنت. باب الغرفة مقفل وباب الشارع مقفل، ما في احد في البيت، من وين جات؟ فكنت مصدوم وكنت خايف في نفس الوقت. شفت لين عند الرسالة والتفت لين عند البنت، والبنت ما عادها موجودة. بعدين شفت الرسالة وقريت فيها مكتوب اشتقت لك. وبعدين سمعت صوت ضحكة البنت خارج الغرفة. الغرفة كانت مقفل. طلعت من الغرفة وشفت ما في أحد، قلبت البيت كامل وما في أحد، حتى أني خرجت وشفت لو في أحد في الدرج أو شيء، ما كان في أحد. رجعت للمكان يلي كنت جالس فيه وما عاد حصلت حتى رسالة يلي كانت معايا. آخر فترة ما عاد كانت تجيني، بس تجيني على شكل وهم، وأحيانا تجيني في أحلام. أما في الواقع ما عاد تجيني أبدا، لأني أحاول ألتزم قد ما أقدر أني أحاول أكون مش وحدي، وأحاول أني ما أسمع أغاني وهذا الأشياء. فالله يبعدني عنها. أتمنى دعواتكم لي. ولين هنا نكون وصلنا لنهاية القصة. أتمنى أنكم استمتعتوا، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك. أتمنى نوصل 2000 مشترك في أقرب وقت. شكرا من قلبي على 1000 مشترك، وربي إني مبسوط. ما تعرفوا هذا الشيء كم معطيني سعادة. ومع السلامة، أشوفكم في المقطع الجاي.